الحمد لله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. انا كان اسمي نجوى ابراهيم سرجيوس ودلوقتي بقيت فاطمه ابراهيم اسلام عبد الرحمن، ودخلت الاسلام مقتنعه بالاسلام ولاني عرفت ان هو دين حق. وكنت الاول عايشه على باطل، وانا اسلمت لوجه الله تعالى، ما حدش أرغمني على الإسلام. أنا اللي رحت لغاية الأزهر وأسلمت بنفسي وطلبت منهم إن أنا أسلم، والحمد لله دلوقتي أنا عايشة كويسة، أنا وأولادي مقتنعين بالإسلام، وبنتي كمان مقتنعة بالإسلام والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت مسيحية، اسمي مارينا ماجد ميخائيل، وكنت عايشة في العاشر من رمضان، وأسلمت عن اقتناع، بقى اسمي دلوقتي حبيبة. القصة ابتدت إن أنا شفت على موبايل واحدة صاحبتي قصة بنت مسيحية في اسكندرية أسلمت بسبب نشيد الأنشاد، فابتديت إن أنا أدور وفتحت الإنجيل فعلا وقريت، لقيت إن كلام زي كده ما ينفعش إن هو يبقى موجود في كتاب مقدس، كتاب إلهي. فابتديت ادور ودخلت على النت وشفت مناظرات الشيخ احمد ديداه، في منهم مناظره بتتكلم عن فعلا ان الانجيل هو كتاب الله ولا لا، لان في حاجات مذكوره فيه ما ينفعش ان هي بني ادم يكون على دين صح ان هي تتعمل. والحمد لله انا اسلمت لوجه الله تعالى ومقتنع بالاسلام، محدش ارغمني، وربنا يتقبل مننا. جل قدره لك الحمد صمت لك الحمد.